رجعنا سريعا. نورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير صحيفه الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك، منورنا. اهلا بك يا شيما، انا بسعد دايما باللقاء معاكي على قناه النادي الاهلي، قناتنا كلنا. بشكرك جدا يا دكتور. عايزين في الاول بس هنقول خبر مهم، ان النادي الاهلي هيواجه ابا جيفارا الاثيوبي في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. ابا جيفار تخطى اساس تيليكوم بطل جيبوتي في دور ال 64. وكمان عندنا النهارده خبر تاني بيخص النادي الاهلي. الخبر ده بيقول ان النادي الاهلي بيعرض رؤيته حول تعديلات قانون الرياضه في مجلس النواب. الخبر بيقول شارك النادي الاهلي في الجلسه اللي عقدتها لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب برئاسه المهندس اشرف رشاد رئيس اللجنه، بناء على الدعوه اللي تلقاها النادي لمناقشه التعديلات المقترحه على قانون الرياضه. حضر من النادي الاهلي ابراهيم الكفراوي ومحمد الجرحي عضوي مجلس اداره النادي الاهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بجانب ممثلين عن انديه القسم الاول. دارت مناقشات مطوله خلال تلك الجلسه حول التعديلات المقترحه على قانون الرياضه بعد مرور سنه من تطبيق القانون، بعد المستجدات اللي طرأت على الساحه وما يستوجب معها من تعديلات لتتناسب مع الاوضاع الجديده. قال ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان معظم المناقشات انصبت على عدد من النقاط المهمه واهمها ما يتعلق بتضارب المصالح في مركز التحكيم واهميه استقلاليته وعدم تبعيته للجنه اولمبيه وان يكون هيئة مستقلة أحكامها ملزمة للجميع. أكد كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن النادي طلب تقليل درجات التقاضي وأن يكون من درجتين فقط بدل من 5 درجات أسوة بما هو متبع في مراكز التحكيم، وأن تكون تبعيته أو التبعية لمركز وزارة العدل بدلا من اللجنة الأولمبية تحسبا لوجود نزاع مع اللجنة الأولمبية أو أحد أعضاء الهيئات الرياضية. كمان قال الكفراوي أن النادي الأهلي طلب إجراء عدد من التعديلات على قانون الاستثمار، خصوصا ان قانون الرياضه صدر قبل صدور قانون الاستثمار، ومن ثم هناك بنود يجب ان يتم تعديلها لتتناسب مع قانون الاستثمار. وكمان ركز النادي الاهلي في كلمته على ضروره ان يكون في ممثل لمجلس الاداره في مجالس ادارات الشركات الاستثماريه لعرض رؤيه المجلس واستراتيجيته، ويكون ليه حق في الاعتراض على القرارات باعتباره بيملك النسبه الحاكمه في مجالس ادارات تلك الشركات بنسبه 51% وفقا لما حدده القانون، وإلا بتقتصر الاستثمارات على النواحي الرياضية فقط ويتم تحجيمها بنسبة معينة. وضرورة كمان تنويع تلك الاستثمارات لتتناسب مع التطورات اللي حدثها في هذا المجال. قال كمان أن النادي الأهلي طلب تعديل البند المتعلق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وكمان غير العادية، والسماح بتعديل بند أو أكتر في الجمعية العادية بدلا من الدعوة لجمعية عمومية غير عادية توفيرا للنفقات. كمان أكد الكفراوي أنه هيتقدم بتقرير لمجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وده عشان يعمل او يعد رؤيه للنادي الاهلي في هذا الصدد لتقديمه للجنه الشباب والرياضه قبل نهايه الشهر الجاري. كمان وجه عضو مجلس اداره النادي الاهلي الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق والمهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه السابق واللجنه التشريعيه في مجلس النواب لجهودهم الكبيره في اصدار قانون الرياضه. وكمان وجه كابتن ابراهيم الكفراوي الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحالي والمهندس اشرف رشاد رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. شفت ده ازاي؟ شفت ان الاهلي لما طلب منه انه يقول رايه في قانون الرياضه قال رايه في التوقيت الصح والسليم وطرحت النهارده رؤيه النادي الاهلي في 5 نقاط اللي حضرتك ذكرتيهم من شويه، يمكن اهمهم على الاطلاق، وانا كنت قلت لحضرتك ده قبل كده في حلقه سابقه، ان اهم ثغره او ديفو موجود في قانون الرياضه هو تبعيه مركز التسويه والتحكيم للجنه الاولمبيه. صحيح، وهي عنصر من ضمن المنظومة الرياضية. قد يكون هناك صلاحيات للجنة الأولمبية في قانون الرياضة، ولكن ما ينفعش تكوني الجهة اللي بتصدر القرار وفي نفس الوقت هي أنت الجهة اللي بتحكم أو بتفصل فيه حتى ولو كان هذا الإشراف إداري. طبعا أن يطلع لجنة مركز التسوية والتحكيم من تبعية اللجنة الأولمبية هيدي نوع من الاستقلالية أكتر. أكيد
بس انا بختلف شويه مع الرؤيه اللي طرحها عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون تبعيه لوزاره العدل. ليه بقى؟ ليه؟ وزاره العدل هي وزاره من ضمن وزارات الحكومه المصريه. صحيح. حينما يكون الاشراف لهذه الوزاره هي في النهايه قدام الراي العام العالمي جهه حكوميه. ومن ثم اي قرارات هتصدر عن مركز التسويه والتحكيم وهو يتبع وزاره العدل هيفسر على انه تدخل حكومي. صحيح صحيح. من هنا انا بقول ان ليه ما تكونش المركز التسويه والتحكيم، يعني انا بضم صوت ليه بس بنعدل شويه، ان هو ليه ما يكونش تابع مثلا لمجلس القضاء الاعلى؟ ليه ما يكونش تابع للمحكمة الدستورية العليا وهي واحدة من أفضل 10 محاكم على مستوى العالم ولها نضال طويل في العمل الوطني يعني. صحيح. أحد رؤسائها كان رئيس لمصر سابق يعني. فمن هنا تبعية مركز التسوية والتحكيم لجهة قضائية مستقلة هيكون أفضل كثيرا من تبعيته لجهة حكومية. ده في بالنسبة لمركز التسوية والتحكيم مع تطابق وجهة نظرنا مع وجهة نظر النادي الأهلي تماما يعني. صحيح. بالنسبة لجزئية الاستثمار، فعلا ان قانون الرياضة كان سابقا على صدور قانون الاستثمار. قانون الاستثمار منح حوافز ومزايا كتير جدا للمستثمرين. صحيح. حد زي النادي الأهلي بكل اسمه وحجمه وشعبيته وقدرته على جلب رؤوس أموال استثمارية كبيرة جدا، ليه ما يكونش جوه المنظومة دي فيستفاد بحافز الاستثمار، فيكون قانون الرياضة موافق فيما يخص الاستثمار لقانون الاستثمار الجديد. كمان النادي الأهلي مش هيستثمر في الرياضة بس، بإمكان النادي الأهلي طبقا لقانون الاستثمار ولو تم التعديل ده انه يستثمر في حاجات كتيره جدا تدر عوائد بالمليارات مش بالملايين على النادي الاهلي. صحيح. يعني هنقول مثلا على سبيل المثال العلامه التجاريه دي لما تستخدم في الملابس صحيح هتحقق دخل، لما تستخدم في الاحذيه والمصنعات الجلديه هتحقق ربح، لما تستخدم حتى في الاستثمار العقاري كل الكلام ده ممكن يؤدي في النهايه الى عوائد استثماريه بالملايين وبالمليارات ايضا بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لجزئيه درجات التقاضي جوه مركز التسويه والتحكيم، هو فعلا لوحظ في الفتره الاخيره ان هناك قرار ثم لا يتم تنفيذه في وقت سريع نتيجه استمرار درجات التقاضي. صحيح. والنضال القضائي ده اللي بيصل الى 5 طل وبيهدر الحقوق، فكون ان هي تكون على درجتين بس، مع هنرجع تاني نقول ان مركز التسويه والتحكيم ده يكون خاضع لاشراف هيئه قضائيه، ده هيؤدي في النهايه الى ان الايه الحق يجي بسرعه. صحيح. الشكر طبعا موصول يعني حسنا فعلا النادي الاهلي سواء للوزير السابق خالد عبد العزيز او المهندس محمد فرج عامر كرئيس لجنه الشباب، لان هم فعلا بذلوا جهد كبير جدا في قانون الرياضه. الملحوظات اللي على قانون الرياضه دي مش يعني مش بتعطله او بتعكر صفه، لكن بتنقحه وبتجعله اكثر قدرة على التطور والبقاء والصمود يعني. صحيح. طيب بعيدا بقى عن الحاجات اللي بتحصل بره الكورة، نروح للكورة. النادي الأهلي والخطوات اللي بياخدها دلوقتي كابتن محمود الخطيب لإعادة هيكلة قطاع الكورة في النادي الأهلي، شايفها ازاي؟ وشايف كابتن محمود الخطيب رايح بفين بتفكيره في المرحلة القادمة؟ طبعا بنقول له الحمد لله على السلامة الأول طبعا بعد عودته العلاجية من ألمانيا. محمود الخطيب هو في ألمانيا، وهو لما وصل مصر وهو في الساعات اللي احنا بنتكلم فيها هو بيعكف هو والفريق المعاون ليه على ان هو سيد عبد الحفيظ مش بس انه يجيب مدرب. صحيح. ولا يجيب صفقات. لا، هو بيعيد تطوير منظومه كره القدم جوه النادي الاهلي. على فكره ده مش غريب على النادي الاهلي. النادي الاهلي من ايام كابتن مختار الخمسينيات عمل نفس الفكر ولجأ لنفس الإطار لما طور منظومة كرة القدم جوه النادي الأهلي، واللي شهدت طفرات كبيرة جدا في الخمسينيات جوه النادي الأهلي. صحيح. سواء على الصعيد البطولات الدوري أو الكاس. لما نشوف الفريق عبد المحسن كامل المرتجي في بداية السبعينيات لما لجأ لفريق التلامزة وجاب مستر هيدوكوتي وكان من ضمنهم أحد أفراد فريق التلامزة ده كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الحالي. صحيح. إزاي الأهلي عمل طفرة كبيرة جدا في السبعينيات إن هو استطاع أنه يحصل تقريبا معظم البطولات اللي شارك فيها.
هنلاقي القصه دي بتتكرر مره تانية في التسعينيات، في اوائل التسعينيات، لما لجأ المايسترو صالح سليم ان هو يستعين بخبرات او بعوده التوأم حسام وابراهيم حسن من رحلتهم في اليونان، وان هو ازاي اعاد منظومه وتطوير كره القدم اللي كانت نتيجتها حصول الاهلي على 7 بطولات متتاليه اعتبارا من 94 حتى 2000. هنلاقي القصه دي بتتكرر مره تانية مع الكابتن حسن حمدي في 2004، لما وكان احد شركاء فيها البارزين كابتن محمود الخطيب طبعا، وكان بيشغل وقتها منصب نائب رئيس النادي الاهلي، واستعانوا بمستر مانويل جوزيه اللي هي الولايه الثانيه بتاعته. صحيح. من 2004 لحد يعني 2011 تقريبا او 2012 بنشوف الاهلي تقريبا بيحصد كل البطولات اللي بيشارك فيها. هنلاقي ان كابتن محمود الخطيب برضو بيسلك نفس المسلك. اللي بيعملوا ايه؟ ان هو بيواكب روح العصر، التطورات اللي حدثت في صناعه كره القدم نفسها. يعني لما بنبص للكابتن مختار التتش رحمه الله، وهو احد الرموز الكبار في تاريخ النادي الاهلي، ازاي في وقته وفي عصره لجأ للتطوير ده؟ بأني اسلوب؟ اسلوب الخمسينيات. الفريق عبد المحسن كامل المرتجي في السبعينيات اتعامل في التطوير بطبيعه عصر السبعينيات. نفس القصه مع المصري وصالح سليم في التسعينيات، نفس القصه مع الكابتن حسن حمدي في بدايه الالفيه. هو برضو اما هو والفريق المعاون ليه بيعكف على تطوير منظومه كره القدم وهو باسلوب وبروح العصر. النهارده سوق اللاعبين مختلف تماما عن 3-4 سنين فاتت. احنا كنا بنتكلم في 2 مليون و3 مليون و4 مليون في الموسم، احنا بنتكلم في 8 و9 مليون و10 مليون و12 و15 و18 في الموسم الواحد. بغض النظر طبعا عن ان اللعيبه تساوي الكلام ده او ما تساويش. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه قصه احترافيه اداره التسويق او اداره ملف الصفقات جوه النادي الاهلي. القصه كانت بتعتمد على اسم النادي الاهلي فقط. صحيح. او على اسم النادي الاهلي ودينامو كبير اسمه مثلا كابتن عادل القيعي اللي هو مازال مستشار التعاقدات. صحيح. النهارده بقت منظومه بتعتمد على داتا وعلى جزء كمبيوترايز كبير جدا في الموضوع. أكيد طبعا. انتقاء العناصر، المراكز اللي تساوي كام، انديتها عاوزه كام، كل دي داتا. وابتدى الاهلي من اشهر من ساعه تولي المجلس الحالي ان هو يبتدي يرصد هذه الملفات ويحطها كيبقى داتا بيز موجوده جوه النادي الاهلي. طيب القصه مش كده بس. القصه ان الاهلي احتياجاته عشان يواكب روح العصر دي هو المفروض انه يقدم كره جميله. طب ازاي هيقدم كره جميله؟ هل الكره الجميله دي بترتبط فقط باسم المدرب اللي موجود؟ يعني احنا شفنا كارتيرون اسم كبير مش اسم صغير، لكن ما استطاعش الاهلي معاه انه يقدم الكره الجميله اللي احنا متعودينها منه. الاهلي محتاج اكيد في الايام اللي في قادم الايام انه يستعيد كرته الجميله. اكيد. ويستعيد مع كرته الجميله روح الانتصارات، ويستعيد مع كرته الجميله روح الفانيلا الحمراء اللي هي بتميزه دايما وابدا عن اقرانه من الفرق يعني. اكيد. طيب دكتور ابراهيم، خلينا نطلع لفاصل سريع الاول وكده نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. فاصل سريع ونرجع لكم تاني. رجعنا مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. لسه منورنا دكتور ابراهيم. كنا بنتكلم دلوقتي يا دكتور عن خطوات النادي الاهلي دايما ازاي بيحل ازماته. تشرح لنا التاريخ ازاي ورينا ان النادي الاهلي على مر طبعا الرؤساء اللي راسوا النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت ازاي يعني قدروا ان هم يطوروا ويقوموا من الكبوات دي ويقوموا النادي الاهلي مره تانية. تمام يا شيماء. دايما يعني اللي قلناه بيدل بوضوح ان دايما الحل بيطلع من جوه الاهلي، من ولاد النادي الاهلي. فما بالك اذا كان بيرقص هذه المنظومه كابتن محمود الخطيب يعني. صحيح. بعض الناس حاولوا يصدروا في الفتره اللي فاتت ان الحل هيجي خارجي، يعني من بعض محبي النادي المصريين العرب ان هم هيقوموا بتمويل جزء من الصفقات دي. لكن الحقيقه صدر بيان من احد الشخصيات اللي هي يعني منتميه للنادي الاهلي او محبه النادي الاهلي العربيه، واكدت بوضوح ان مفيش اي تدخل
في او تمويل للصفقات دي. يعني اذا الاهلي يمول صفقاته بنفسه. ذاتيا بنفسه. الاهلي يعتمد على نفسه، الاهلي لا يعتمد على اخرين. رغم كامل التقدير والاحترام طبعا لكل من يحب النادي الاهلي طبعا او يعشقه، لكن الاهلي قادر خزائنه الحمد لله ممتلئه ويستطيع ان يمول الى اخر صفقه والى اخر مدى. مش بس صفقات اللاعبين ولكن المدير الفني الجديد اللي احنا يعني تكهنات كتيرة قوي زادت في الفترة اللي فاتت حوالين الاسم اللي هو المرشح يكون خليفة لباتريس كارتيرون. باتريس كارتيرون الناس بتتكلم عن دياز، بتتكلم عن كارينيو، عن كارينيو، بتتكلم عن دي صابر، بتتكلم كلام كتير قوي، كلام كتير قوي، كلها اجتهادات لغايه دلوقتي ما فيش حد اللي اقدر اكده لك ان في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها كابتن محمود الخطيب بيحسم دلوقتي يعني بيحسم. الحسم ده ممكن يمتد الى يوم الخميس او السبت، يعني اعتبارا من بكره لحد يوم السبت كده ان شاء الله هنبقى بنتعرف على اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لو كنت هتختار مثلا او هترشح اسم للنادي الاهلي عشان يكون هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي ويقوده ويطلعه من الكبوه اللي هو فيها، او من يعني زي احنا طبعا عايشين في دروب دلوقتي بس ان شاء الله هنقوم منه على طول، لو انت هتختار مدرب للمرحله الانتقاليه دي تختار مين؟ بدون نقاش وبدون تردد هختار مانويل جوزيه. مانويل جوزيه دلوقتي؟ دلوقتي اختار منه الجوزيه. مانويل جوزيه اعلن اعتزاله التدريب من سنوات كتيره، يعني يمكن انا كان ليا لقاء معاه من سنتين، عملت معاه انترفيو وكلمته وسالته عن انت ناوي ترجع تمرن النادي الاهلي تاني او تقدر ترجع تاني للتدريب، ف يعني كان رده عليا قال لي انا كوقتها كنت حابب افضل قاعد في بلدي عشان مراتي عندها مشاكل صحيه ومش هقدر ابعد عنها كل الوقت ده وما ينفعش، بس حسينا ان الكلام ده اتغير. هو بعديها برضو شفنا له ليه نشاطات رياضيه كتير قوي في مصر، فاكيد لو هيكون معروض عليه ان هو يدرب النادي الاهلي اكيد عمره ما يبخل عن النادي الاهلي. خبط عليهم ما بترددوش لحظه في ان هم يلبوا النداء. اعتقد ان مانويل جوزيه واحد منهم رغم ان هو اجنبي مش 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 مصري او ما ترباش في النادي الاهلي، لكن هو من عشاق النادي الاهلي طبعا. مانويل جوزيه انا باخده رمزيه، يعني انت محتاجه ايه في الوقت الحالي؟ انت محتاجه دفعه معنويه هائله جدا، محتاجه اعاده توظيف الصفقات الجديده اللي انت جبتيها دي، صحيح. محتاجه نقطه انطلاق ومحتاجه تصدير ازمه للمنافسين. ما انا كل ما بصدر ازمه للمنافسين وده اللي هتشوفيه في الاسابيع القليله المقبله، ان المنافسين كل ما بتصدر لهم ازمات وكل ما بيشوفوا الاهلي ان هو بيكسب وبيعدي من انتصار لانتصار باذن الله، هتلاقي ان الضغوط هتزيد على المنافسين اللي هم موجودين دلوقتي في على الساحه. يعني صحيح. طيب يعني هل تتوقع ان ممكن يكون فعلا مانويل جوزيه؟ انا اتمنى يكون مانويل جوزيه، لكن ممكن اعتبارات كتيره قوي تقف ضد ده. اولا ان احنا ما بنتكلمش على حاجه مؤقته. لو انت مكان مانويل جوزيه دلوقتي وحفرت يعني تاريخ من ذهب مع النادي الاهلي في الكره المصريه بعد الفتره دي وفي الازمه اللي بيمر بيها النادي الاهلي دي، هل هتوافق ان انت تتولى التدريب وقد او يعني لا قدر الله يعني ده ياثر على تاريخك مع النادي الاهلي؟ في 2008 2009 لما غادر مانويل جوزيه وكان عامل تاريخ عريض جدا جدا، ولما رجع في 2010 2011 كان ريسك بالنسبه له. الاهلي كان فارق والفارق بينه وبين الزمالك 13 نقطه، صحيح. ومع ذلك استطاع مانويل جوزيه بقدرات عبقريه جدا ان هو يقلص الفارق ده، بل بالعكس انه ينهي السيزون وهو فارق عن الزمالك بستة بونت. ده حصل فعلا يعني، صحيح. فحته نوعيه المدير الفني المغامر او المجازف دي موجوده في مانويل جوزيه. لكن انا بقول لك ممكن اعتبارات كتيره تحول دون وجود مانويل جوزيه، بس احنا عاوزين من هو على شاكلته، الكره الجميله يعني الروح، يعني مدرسه مثلا زي مدرسه امريكا اللاتينيه اوروجواني كارينيو او دياز. دياز بيقدم كره اجمل شويه مع يعني تجربته الاخيره في الاتحاد، يعني ما نقدرش نحكم عليها قوي، لكن الـ مع الهلال كان صحيح. متميز جدا. الاثنين مشوا من انديتهم السعوديه في الموسم الحالي، يعني هو بالتصادف ان هم من ضمن المرشحين. ما انت لازم تجيبي حد قريب من الكره العربيه، يعني فاهم شويه في او تعامل مع لاعبين عرب، انت عارفه نفسيه اللاعب العربي غير اللاعب الاجنبي. يعني اللاعب الاجنبي بيبقى 1+1=2، الثاني بيتاثر وبينفعل وبيصور. انا بحس ان احنا بس اللي بنقول كده، انا بشوف في الكلام ده، يعني احنا لو
لو بنتابع الجوسبس اللي بتحصل في الانديه الاوروبيه بنلاقي الكلام ده بيحصل عندهم، اللعيبه بتتقمص وبتزعل. اساس الطفره بتاعت محمد صلاح يعني لما نحسب كل تجاربنا الاحترافيه ان يروح اللاعب سنه واتنين ويرجع، واحد زي عمرو زكي ده اللي كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وعشر اهداف ومره واحده دروب، خدي بقى على شاكله زيدان، خدي على الشاكله دي كتير جدا من لان دايما احنا بنقول ان الموهبه مش بس كفيله ان هي توصل اللاعب ان هو يكون نجم عالمي، لا، الحفاظ على الموهبه، الحفاظ على الموهبه عليها بتفكير سليم، بتفكير سليم بمذاكره واجتهاد بوعي لكل ما يدور حولك من امور، كل ده بيؤدي في النهايه ان اللاعب بيفرق عن اللاعب. لكن نرجع للاعب المصري، اللاعب اللي هو ممكن يتاثر باحباطات شويه، ممكن يتاثر بسوشيال ميديا بتدور حواليه، ممكن يتاثر بحاجات كتيره جدا، من نوع خاص يستطيع ان هو يتعامل معاه. صحيح. بنلاقي مثلا مديرين فنيين محليين استطاعوا ان هم يعملوا طفره الموسم ده ويحولوا الاداء من الـ من الـ من من اقل نقطه الى اعلى نقطه. بتتكلم عن الدوري المصري الممتاز؟ بتكلم عن الدوري مثلا عندنا طلعت يوسف في مصر المقص. صحيح. برغم البدايه الضعيفه والبدايه علي الممتازه ماهر. عندنا لا غير علي ماهر، لان علي ماهر تجربته ما اكتملتش وعاد مره اخرى الى انبي، لكن تجربته في سموحه كان ماشي كويس جدا. لكن لو اتكلمنا عن الموسم اللي فات مع الاسيوطي اللي بقى بيراميدز بعد كده، بنتكلم عن حلمي طولان مع الاتحاد السكندري، بنتكلم عن مين كمان اللي هو حرس الحدود المدير العشري، طارق العشري. صحيح. المدير الفني لحرس الحدود هايل جدا، هايل جدا. عماد النحاس مع المقاولين العرب. أكيد. كل دول مدربين محليين اشتغلوا على الحته دي، اشتغلوا على شحذ الهمم، ومن ثم ان هو نفسيه اللاعب. صحيح. طبعا الجدير والعظيم كابتن محمود الجهري هو استاذ الاساتذه في هذا المضمار يعني. اكيد. دكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير صحيفه الكوره والملاعب، نورتنا النهارده في كلام فيلم. ربنا يخليك يا شيخ. بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.